السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الفيديو رقم 12 من كورس الـ AZ700 Azure Network Engineer. الفيديو اللي فات احنا اشتغلنا على الـ VPN Gateway، عملناها بإيدينا واتعرفنا عليها وشفنا أنواعها فيما يتعلق بنوع الـ Gateway نفسه أو نوع التانل الخاصة بها. أنا كنت قلت لكم تقريبا في الفيديو اللي فات إنه الموديول ده موديول مهم جدا ومليان معلومات ويتطلب من حضرتك تركز تركيز مضاعف علشان تفهم وعلشان الأمر كله مرتبط ببعضه، يعني ما ينفعش تشوف فيديو رقم 12 من غير ما ترجع ل 11 أو من غير ما تكون شفت رقم 11 وفهمته كويس جدا. كل الموضوعات بدءا من الموديول رقم 2 مرتبطة ارتباط شديد جدا بالموضوعات اللي قبلها. بأكد انه الموديول ده يا شباب مهم جدا ليك علشان تفهم وعلشان في النهاية تبقى شغال بإيديك بشكل كويس ويعني تبقى راجل يشار لك بالبناء. ان شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض عمليات الكونفيجريشن الخاصة بالجيتوي، فهنروح سريعا علشان ما نطولش وقت الفيديو للبورتال بتاعتنا ونروح للفيرتشوال نتورك جيتوي. هنلاحظ ان احنا عندنا الجيتوي اللي احنا عملناها مع بعض وحطيناها في اللوكيشن الـ STUS، ولو دخلنا جواها كده علشان نستعرض الـ information الخاصة بيها فهنلاقي الـ SQ اللي احنا اخترناها ونوع الجيتوي VPN مش Express Route، ونوع الـ VPN نفسها والـ VPN Type هي Route Based مش Policy Based. نخلي بالنا ان احنا واحنا بنحطها على الفينت او الفيرتشوال نتورك حطيناها في الكور سيرفيس فينت، ولكن احنا ما عملناش ليها سب نت، فيما يعني ان انا لو رحت للفيرتشوال نتورك ديت مش هلاقي سب نت. لا، انت حضرتك لو رحنا كده مع بعض للفينت ديت هتلاقي هو عمل لك تلقائيا سب نت وسمه لك ماي فيرست جيت واي وفيرتشوال نتورك جيت واي، اهو قال لك ده الجيتوي او السب نت الخاص بالجيتوي. يعني حضرتك بالخيار اما ان انت وانت بتكرييت الجيتوي تحط او تعمل السب نت وتخصصه ليها، او لو ما عملتش كده هو تلقائيا بيروح يعمل لك السب نت جيتوي. احنا اتكلمنا عليه وقلنا انه السب نت ده هو مخصص للجيتوي فقط، هو هيرتبط ارتباط وثيق مع البوابه و لا يمكن بأي حال من الأحوال إن أنت حضرتك تحط عليه بعد كده أي ديفايس أو سيرفيس معين. لو رجعنا تاني كده للجيتوي بتاعتنا هنلاقي هنا عمليات السيتنج، وهنلاقي إنه لو قلنا الكونفيجريشن فهيطلع لي الكونفيجريشن اللي تمت أثناء عملية الكريشن. لكن إحنا هنا داخلين علشان نحقق اتصال من نوع بوينت تو سايت. احنا عرفنا ان في اكتر من اتصال point to site, site to site والاكسبريس راوت اللي احنا اتكلمنا عليه وخدنا عليه هند. النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم عن point to site باستفاضة، ولو لحقنا نعمله بايدينا اوكي، ما لحقناش فيبقى هنعمله في الفيديو القادم. لو رحنا كده point to site configure او configuration هيبدأ يقول لي انت ما عندكش يعني الـ point to site not configured، انت حضرتك لسه ما كونتش الاتصال ده. فنركز مع بعض يا شباب علشان هنقول معلومات يعني بنزعم ان هي مهمه او مفيده لحضرتك. لو قلت له كده configure now هيبدا يطلع لي معلومات انا او يطالبني باشياء انا من المفترض ان انا هزوده بيها. اول حاجه هو الادرس بول. الادرس بول هو عنوان الاي بي اللي البوينت جاي بيه، يعني ايه الكلام ده؟ طيب باختصار شديد يا شباب علشان نشرح حاجه حاجه هنروح كده مع بعض. الادرس بول هنتخيل مع بعض يا شباب انه ادي الكلاينت اللي جاييني علشان يتصل ب السايت بتاعي اللي هو في النهايه اجر. الأجر ده احنا عملنا عليه VNet وبعد كده عملنا على الVNet ديت Gateway اللي هي الرمز بتاعها زي ما اتفقنا مع بعض تاخد الشكل ده. Client لما يجي
يقول له لو سمحت انا عاوز اكسس، فهو هيروح يكلم الجيت واي، واللي بدورها هتاخده من ايده تطلعه على اجر، يروح بقى ياكسس الريسورس او استعرض خدمات وات ايفر بقى. طيب الكلاينت ده هو جاي اصلا بعنوان اي بي، فهتخيل او هنتخيل مع بعض انه اصلا الاي بي بتاعه هو 192.168.1.10 مثلا. فلما يروح يكلم الجيت واي، الجيت واي هتديله عنوان تاني، الجيت واي هنا هتديله عنوان غير العنوان اللي هو جاي بيه اصلا. اوكي، العنوان التاني ده حضرتك اللي بتكونه على البورتال، وهو ده الادرس بول. خلاص، يبقى لو رجعنا كده مع بعض يا شباب للبورتال وقلنا له الادرس بول بتاعي هيبقى مثلا 176 مثلا دوت 10 دوت 10 دوت 0 على 27 مثلا. خلاص، هياخده مني، ما عندوش اي مشكلة. وبعد كده هيبدأ يسألني التانل تايب نوعها ايه، التانل اللي هيمشي فيها او اللي هيجي من خلالها الكلاينت او البوينت، ترافيك هيعدي في نفق شكله ايه، او هيستخدم بروتوكول من نوع ايه. فلو فتحنا كده هلاقي خمس خيارات او خمسة بروتوكول هو بيقترحهم عليك، او حضرتك من المفترض ان انت تختار. طيب حد يقول لي، طيب انا اختار بناء على ايه؟ ما انا لازم افهم كل واحد فيهم يعني ايه وظيفته، او الاتصال ده لما استخدم مثلا الاوبن في بي ان هيتيح ليا ايه، الاي كي فيرجن 2 او الاس اس تي بي هيتيح ليا ايه. انا ممكن استخدم مثلا حد يروح يعمل كده اس اس تي بي ويقول له اوكي انا ما عنديش مشكله. طيب هل انت عارف النوع ده مخصص لايه ولا لا؟ لو انت فاهم وعارف اوكي، لو انت مش عارف فما تحاولش ان انت تختار حاجه مش عارفها. وعلشان نفهمهم مع بعض خلينا نقول ان هم ثلاثه مش خمسه، لان هو ده عباره عن بروتوكول واحد، اي كي فيرجن 2 اي كي فيرجن 2 اي كي فيرجن 2، ولكن هنا بيبقى جميع لك مع مره مع الاوبن في بي ان ومره مع الاس اس تي بي. تعال بقى نشوف كده بشكل برضو بسيط البروتوكولات ديت ايه الفرق بينها. احنا عندنا ثلاثه رئيسيين، الاوبن في بي ان وعندي الاس اس تي بي او السكيور سيركت ترانسفير بروتوكول، وعندي الاي كي اي فيرجن 2. اول حاجه لو رحنا كده الاوبن في بي ان، قال لي لو حضرتك اخترت البروتوكول ده مناسب لكل الاوبريتنج سيستم. يعني لو جاي اوبريتنج سيستم ويندوز مفيش مشكله، ماكنتوش مفيش مشكله، لينكس مفيش مشكله، اندرويد مفيش مشكله، ده فيما يتعلق بالاوبن في بي ان. تمام، يعني ممكن نقول كده اول اوبريتنج سيستم. طيب فيما يتعلق بال SSTP او السكيور سوكت ترانسفير بروتوكول، هو هيشتغل معاك على الويندوز سيرفر 2016 و2019 و2012 برضه هيشتغل معاك، والويندوز 7 والويندوز 8. يعني ده موجه للويندوز اوبريتنج سيستم. خلاص، الاي كي فيرجن 2 بيشتغل مع الماكنتوش مع الماك، وبرضه بيشتغل مع الويندوز، ولكن الاصدارات او بيدعم الاصدارات اللي هي ويندوز 8 او الاقل من 8، يعني 7 او اكس بي، وان كان محدش شغال بيهم دلوقتي اعتقد يعني، ولكن ده خيار موجود ومتاح بالنسبه لك. طيب يبقى احنا بعد كده لما نيجي نختار فهمنا بقى كل واحد بيعمل ايه. لو رحنا كده للبورتال احنا نختار ايه، ريكومندد اختار الاي كي فيرجن 2 مع الاوبن في بي ان، فهنختار مع بعض الاي كي فيرجن 2. انت خلاص طالما فهمت بقى اختار اللي يناسبك يعني. طيب كده تاني حاجه اخترنا التانل. طيب هنا هيبدا يسالك، طيب انت كده حددت لي الادرس بول اللي هيجي بيه الكلاينت او البوينت هتدخل بيه،
وحددت لي نوع التانل، باقي بقى ان انا اتحقق من الكلاينت ده، مش الراجل ده هيجيني في النهايه علشان يطلب خدمه عن طريق الفي بي ان جيت واي، فبالتالي انا لازم اتحقق منه، انا مش هسمح لاي حد. يبقى هنا انت مطالب برضو تقول لي نوع التحقق ده استخدم ايه. فهنا لو فتحنا هنلاقي ثلاث خيارات، هنا كده لو فتحنا هنلاقي اما عن طريق الاجر سيرتيفيكت، او عن طريق الراديوس اوثنتيكيشن، او عن طريق الاجر اكتيف دايركتري. تعالوا ناخدها واحده واحده علشان ما يختلطش علينا الامر، وعلشان المعلومات ما تبقاش متضاربه بالنسبه لنا. اول خيار هنا اللي هو السيرتيفيكت. لو اخترنا السيرتيفيكت كده يا شباب هيبدا يسالني فين السيرتيفيكت روت اللي حضرتك هتحطها لي، علشان بعد كده الكلاينت لما يجي بالكلاينت سيرتيفيكت يبدا الهاش هنا يكلم الهاش اللي موجود هنا ويتحقق منه فيدخله. ايه بقى الموضوع الكبير ده وهاش ومش هاش؟ طيب فكرة ببساطة جدا يا شباب، انه لو رحنا كده وقلنا احنا اخترنا نوع الاوثنتيكيشن هيبقى سيرتيفيكت، خلاص كده جميل. فعندي او انا مطالب بان انا اعمل تو سيرتيفيكت، شهادتين، واحدة للروت واحدة للكلاينت. الروت ديت هي اللي هتتحط هنا على البورتال اهو، طالبها مني اهو، تمام، طالبها مني اهو الروت سيرتيفيكت، جميل. طيب الكلاينت من اسمها، هي اللي هتتسلم للكلاينت علشان يدخل بيها. ليه الكلام ده؟ قال لي هما الاثنين بيرتبطوا ببعض ارتباط وثيق جدا. ليه؟ لان الشهادتين عبارة عن كود مشفر، خلاص، مشفرة بكود او بهاش بنسميه من نوع SH256 تقريبا. فبالتالي هنا الشفرة لازم تتفك، فلما يجيني الكلاينت هنا بشهادة مشفرة يروح يكلم بها الروت ويقول له ايه، انا الشهاده بتاعتك، انا جزء منك. فيقول له طيب ايه اللي يثبت ان انت الشهاده بتاعتي؟ يقول له ادي فك الشفره اهو. خلاص كده يا شباب، يبقى الاثنين مشفرين، انكودر وديكودر. احنا مش عاوزين نتكلم كلام كبير على الناس اللي حابه يعني تفهم وما عندهاش الخبره الكافيه فيما يتعلق بالسيكيورتي، ولكن احنا في النهايه برضو بنخاطب ناس من المفترض ان عندها الحد الادنى من المعلومات، ولكن انا بفترض او بتخيل انه في ناس ما عداش عليها الكلام ده، فبنحاول مع بعض نسهل او نستذكر المعلومات اللي مرت علينا في السنين الماضيه. خلاص، اختصار شديد، التحقق باستخدام الشهادات بيبقى شهادتين، شهاده بتتحط على اجر وشهاده جاي بيها الكلاينت او جاي بيها البوينت علشان تتصل باستخدام الشهادة ديت أو من خلال البوابة ديت. فيبدأ هما الاثنين يبصوا على بعض ويفهموا بعض من خلال كود أو الشفرة اللي مبنية جواهم، وهم الاثنين بيكلموا بعض من خلالها. وكأن مثلا في حياتنا العملية، مثلا اثنين صحاب بينهم لغز ما أو سر ما، هما الاثنين بس اللي يعرفوا السر ده، فلما جوه مجموعه من الناس ويبداوا يتكلموا بالالغاز ديت هما الاثنين فاهمين بعض بس، انما اللي حواليهم محدش فيهم فاهم حاجه. ده ابسط مثال. اوكي يا شباب، تمام. نروح للخيار الثاني. لو اخترنا كده الخيار الثاني اللي هو الريديوس، هيبدا يقول لي اوكي انت هتتحقق، او انا كاجر هتحقق من الكلاينت او من البوينت اللي جايه تتصل بيا دي باستخدام الرادياس اوثنتيكيشن، يبقى انت مطالب بان انت تديني بيانات السيرفر ده. هو ايه اصلا الرادياس؟ الرادياس يا شباب هو، في ناس بتقول عليه سيرفر، هو مش سيرفر، هو بروتوكول. خلاص،
بروتوكول من بروتوكولات التحقق. اوكي، امال طالما هو مش سيرفر، هو طالب مني اي بي اي. ده بقى الموضوع لازم برضو نتكلم فيه كده بنوع من او شويه تفصيل. ماشي، خلصنا السيرتيفيكت، ندخل على الريدس. الريدس شباب عباره عن بروتوكول تحقق، جميل، ولكن علشان استخدمه اما هستخدم السوفت وير بتاعه او الهارد وير. خلاص، الهارد وير بيبقى نازل عليه بروتوكول جاهز وانت بتعمل له كونفيجريشن. خلاص، السوفت وير هو عباره عن فيتشر او رول حضرتك بتنزله مثلا على ويندوز سيرفر، فلما بتنزله ما بيبقاش اسمه ريديوس، بيبقى اسمه NPS Network Policy Server. والـ NPS هو اللي بيروح يستخدم بروتوكول الريديوس علشان يحقق لك في النهاية Authentication. خلاص؟ طب إيه هو أصلاً؟ إحنا لسه لحد دلوقتي ما فهمناش. هو عبارة عن سيرفر بينزل عليه الرول السوفت وير زي ما قلنا، او بتشتري جاهز جهاز بقى. اعتقد سيسكو ليها هاردوير خاص بيها وفورتي جيت وحاجات كده، كلهم اشتغلوا ريديس. خلينا احنا في مايكروسوفت، الام بي اس ده او الفيتشر او الرول اللي اسمه ام بي اس حضرتك بتنزله علشان في النهايه يشتغل على بروتوكول ريديس. خلاص، طيب الكلاينت بقى جايني، الكلاينت جايني اهو الرسمه اهي، الكلاينت جايني يروح برضو يكلم أجر من خلال الجيت واي، فيسأله أنت مين، فيقول له والله أنا الكلاينت الفلاني اللي جايب الآي بي الفلاني، فيقول له لا خد الآي بي ده اللي هو 176 اللي احنا لسه حاطينه على البورتال وادخل. خلاص كده؟ طيب لو عندي ريديس بقى، قال لي لا ده في خطوة بقى استباقية في حالة إن أنت عندك في الأون بريم عندك حاطط بروتوكول الريديس، ده الكلاينت هيطلع من الاكتف دايركتري الاون بريم يروح يبص على الريديوس. خلينا نرسمها عشان الناس تفهم. ادي عندي خلينا نغير بس شكل القلم ده، الاون بريم عندي اهي. خلاص، ادي الاون بريم عندي، وادي هنا عندي الاكتف دايركتري بتاعي، وادي عندي هنا الريديوس. طبعا مجموعة اليوزرات، فهنا أنا حاطط الـ VPN Gateway بتاعتي، فاليوزر اللي جاي من الـ Active Directory لما يروح يكلم الـ Gateway أو الـ VPN مش هيروح منه لنفسه كده، لأ ده هيروح يكلم الأول، يعدي على الـ Radius اللي هتطبق عليه Policy، تمام، وبعد كده تودي للجيت واي اللي هيطلع من خلالها بقى الاجر. وصلت يا شباب؟ وكأن هنا بيقول لي لو انت معتمد عندك في الاون بريم او معتمد على بوليسي معينه بتسمح او بتمنع او بتطبق على اليوزر، وحابب ان اليوزر يجي بيها من خلال الريديوس ده، فحط لي بقى بيانات الراديوس هنا. وصلت يا شباب؟ يبقى كده فهمنا انه اصلا علشان احقق النموذج ده لازم يكون في اتصال قائم بين الاجر وبين الاون بريم عندي من نوع سايت تو سايت، واحنا لسه ما اتكلمناش في السايت تو سايت، ولكن احنا برضو فهمنا ايه الراديوس. البوليسي هنا انا عارف ان حد ممكن يسال ايه هي البوليسي، خلينا نقول مثلا انه انت والله قايل او مطبق على الكلاينت عندك انه لما يروح يعمل كونكت بالفي بي ان يقفل عليه بعد نص ساعه، او انه يجي لك من خلال مثلا اتصال بسرعه كذا او نوعه كذا، whatever بقى اي بوليس. خلاص، ولكن احنا فهمنا الديزاين
وفهمنا البروتوكول بيعمل ايه. طيب ادي كده تاني خيار من خيارات التحقق. لو عندي ديديس فببدأ بقى احط الاي بي الخاص بالسيرفر، وطبعا علشان الاجر يشوف الامبريم عندي لازم في النهاية يكون عندي سايت تو سايت كونكشن. تمام. ثالث خيار عندي هو الاجر اكتف دايركتري. الاجر اكتف دايركتري لو رحنا كده انا ممكن اختار اكتر من واحد، على فكرة مختار اختارهم كلهم ما عنديش مشكلة، وانا مطالب برضو بان انا احط بياناتهم كلهم. لكن لو رحنا على الاجر اكتف دايركتري فهيبدا يقول لي ايوه حضرتك بقى هتتحقق من خلال الاجر اي دي. الاكتف دايركتري الخاص باجر نفسه هو اللي هيعمل عمليه التحقق، فيما يعني ان اليوزر لما يجي لك هو اصلا جاي لك عن طريق الاجر اكتف دايركتري، يعني هو يوزر او ممبر فيه، فانت مطالب بان انت تديني البيانات دي كلها، الاي دي التالنت اي دي والاودينس والايشو والحاجات دي كلها. تمام كده. ولكن في خطوه قبل ديت بنروح نعملها، بان احنا بنسمح اصلا ان الاكتف دايركتري بتاعنا الموجود على الاجر انه حد ياكسسه من او الفي بي ان تبقى يعني تاخد اكسس عليه كنوع من انواع البيرميشن. طيب في خطوه كده هنعملها مع بعض لما نشتغلها براكتيكال بايدينا. باكد يا شباب ان الشغل ده ستيب باي ستيب لازم يتم كده، يعني ما ينفعش تفوت خطوه وتقول لا انا هعمل مثلا هعملها 1 2 3 وفي ناس بتعملها 3 2 1، لا ما ينفعش. خلاص لازم تعملها ستيب باي ستيب، ولازم تركز لان لو في نقطه يعني حضرتك ما عملتهاش الشغل كله ما بيتمش او الاتصال كله ما بيتمش. يبقى كده خدنا ايه في الفيديو ده؟ تعرفنا على ايه؟ تعرفنا على عمليه الكونفيجور او الكونفيجريشن اللي بتتم للبوينت تو سايت، واتعرفنا على الادرس بول التانل تايب وفرقنا بين انواعها، والاوثنتيكيشن تايب اتكلمنا عليها وشفناها وعرفناها. يبقى لازم واحنا ان شاء الله الفيديو القادم واحنا بنعمل هنشتغل طبعا في البدايه على السيرتيفيكت، وهنعمل تو سيرتيفيكت ونعرف مع بعض هي بتتعمل ازاي. الموضوع ان شاء الله انه بسيط جدا، ونصدر شهادتين ونحط الروت سيرتيفيكت على الاجر، وندي الكلاينت سيرتيفيكت للراجل اللي هيجي يتصل بالشبكه ديت، ونشوف الكلام ده ان شاء الله باذن الله مع بعض في الفيديو القادم. وبعد كده لو في فرصه ان احنا نشتغل على الريديوس هنشتغل عليه، لو مفيش فرصه هو كده كده في المنهج مديك هنت بس مش داخل في تفاصيل او حتى شارح العمليه بتتم ازاي، على اعتبار انه يعني الموضوع اصلا ممكن يكون موجود في السايت تو سايت كومبريشن وان كنت لا اعتقد يعني، او على اعتبار انه ما فيش حد بقى شغال بالريديوس بشكل يعني بشكل كبير، وان كان اصلا هو بديله بقى اصبح الاجر اكتف دايركتري اوثنتيكيشن افضل من الريديوس، لانه انت ممكن هنا بقى تطبق المالتي فاكتور اوثنتيكيشن وتطبق الكونديشن اكسس اللي احنا اتكلمنا عليها في كورس الايزد 500، وان كان برضو ممكن هنا بينزل ايجنت كده بيطبق برضو المالتي فاكتور اوثنتيكيشن من خلال الامبريم نفسها لو حابب ان انت تستخدم الريديوس. ان شاء الله الفيديو اللي جاي زي ما قلنا هنشتغل في البدايه على الاجر سيرتيفيكت، واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.